ومفخرة للجوامع التي ترجع إلى عصر محمد علي. هو واخد تخطيط الجوامع اللي موجودة في اسطنبول، ولا سيما جامع نور عثمانية والسلطان أحمد الثالث. مهندس تركي عثماني اسمه يوسف بوشناق. ما تجوش في الامتحان وتقولوا ايه يوسف بوشناق بتاع الخبز. مكانه زي ما انا قلت لحضراتكم كان القصور المملوكية، ولا سيما قصري السلطان قايتباي وقصر السلطان الغوري. اذا كان المهندس تركي والتصميم تركي، فان الايدي العامله والمواد الخام كانت مصريه محليه. الجامع زي ما حضراتكم شايفين مبني من الالباستر، الرخام الالباستر المجلوب من محاجر بني سويف. خلاص من محاجر. نعم فين الخامه اللي معمول بيها القبه دي؟ هقول لك دلوقتي اللي هي الخشب عليه طبقه من الرصاص. ده خشب عليه طبقه من الرصاص. خلاص يا جماعه، الحاجه الجميله اللي انتم شايفينه هنا ان الجامع بينقسم الى قسمين، مش زي تخطيط الجوامع بتاعتنا صحن واربع اروقه او صحن واربع ايوانات والزله والكلام ده اللي احنا شفناه في الناصر محمد. لا، ده هنا بيتكون من جزئين، من قسمين. الجزء المغطى اللي هو بنقول عليه بيت الصلاه او مكان العباده، والجزء المكشوف اللي هنشوفه دلوقتي اللي على اليمين اللي بنقول عليه ايه الصحن. ده الكلام العلمي اللي انتم المفروض تقولوا في الامتحان، انما في كلام حلو تاني كده تحابيش جميله. اوعوا تنسوا ان احنا عندنا اربع جوامع، الكلام اهو واضح، اربع جوامع في مصر واخده التخطيط المستورد ده. ايه هما؟ انا عندي جامع اهو محمد علي باشا، وجامع في شارع المعز قبل جامع الحاكم شفتوه معايا بس كنتوا تعبانين، اسمه جامع سليمان اغا الصلاحدار. ها بالظبط تيبيكال. وعندي جامع في شارع القلعة اسمه جامع الملكة صفية، وجامع هختم بالزيارة اللي جوه اسمه جامع سليمان الخادم او سارية الجبل. دول الاربعة اللي التخطيط بتاعهم تخطيط ايه مستورد. حاجة تانية، الكتابة اللي انتوا شايفينها الزرقاء، انا عندي نوعين من الكتابة اللي هنا بالخط الناسخي، يا اما ايات قرآنية شايفين اهو اللي فوق الباب ان المتقين في جنات، ايات قرآنية، وبقية الكلم العبارات اللي انتوا شايفينها يمين وشمال وجوه دي ابيات شعر لازم تعرفوها وانتوا احرار. انتوا احرار. بردة الامام البصيري. ايه بردة الامام البصيري؟ الامام البصيري ده كان راجل متصوف مسلم جدا ومتصوف وشاعر، حلم انه راى محمد صلى الله عليه وسلم في المنام وخلع له البرده، يعني قلع له الثياب بتاع البرده الرداء بتاعه ولبسها له، فكان عنده مرض جلدي فدفي، فقام الصبح كده لقى المرض الجلد بتاعه بدا يتلاشى، فراح ماسك القلم بتاعه وراح كاتب ايه؟ ابيات الشعر في وصف مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، اسمها ايه؟ برده الامام البصيري. ده اللي جاء امير الشعراء احمد شوقي، خلي بالكوا الاجانب عارفين الكلام ده، جاء اللي جاء احمد شوقي بعد كده وقال لك امشي عليها، فراح عمل الامام البصيري. ده مدفون فين؟ في الجامع بتاعه اللي موجود في اسكندريه عند المرسى ابو العباس، وبتروحوا الحتت دي اسمه جامع الامام البصيري. يبقى الجامع اجمالي بيتكون من قسمين، الصحن المكشوف او الجزء المكشوف والجزء المغطى اللي هو بتقام فيه ايه الصلاه. يلا.